وسهلا، ومن أخطر الحضرات أو المواضيع إذا بدكم كمان. هالبنت عمرها 6 شهور حكيته عم تحكي، وهي قالت اسمها بيتا. عن شو هالعلم؟ علم النوايا، إنما الأعمال بالنيات. واليوم علماء هالكرة الأرضية في تواصل مع غير علماء، وهالحضرة منا لكل الناس، 1-2 بالمليون. انتبهوا، ما رح تفهموا إلا إذا كنتوا أنتوا عندكم هالعطش، مثل اللي قال له للحبيب أمرني اجعلني أميرا على البصرة، قال له أجعلك أميرا على بصيرتك، البصرة تزول أما البصيرة من نور لا تزول. هلأ حطت هالعلم، قالت أنا كنت بيتاغورس بحياتي الماضية، هلأ بنت جسديا اسمي بيتا. شو عم تحكي بيتا؟ كلام فوق العقل، اعقل وتوكل، كلام ما له علاقة أبدا لا بالجسد ولا بالفكر ولا بكل هالشهرة والبهرة. يعني إذا في 5 أو 6 بالـ3 مليار عربي رح يفهموا اليوم ويحسوا بهالفهم ويقولوا مزبوط أنا عندي إياها كمان، هي موجودة فينا كلنا. تفتح ناصيتي بيدك. عند الهنود بيحطوا نقطة حمراء، بالمسيحية بعمدوا، بالإسلام أنت عندك كل الحرية، خلقت حر، ما في وسيط بينك وبينه إذا كنت صادقة ما تقري الفاتحة. الإسلام هو الفطرة، مش محمد جاب الإسلام، أتيت لأتمم مكارم الأخلاق، إنه لعلى خلق عظيم، وما أنا إلا بشر مثلكم. هو عايش هالنعمة، نحن حطينا نعمة وبدنا نعيشها، خوفات عراتنا تطاول، بس بدنا العطسة نصرفهم كلهم على الهوت دوغ والواوا. وش عم بيجيك منهم هالعطسة؟ اسمها متعة، مه عطسة. قال روجي روجي يا مرة، قال بدنا 4 دقايق تخلص العالم، شو بدنا نعمل؟ تعيطا نعمل أنا وياك شيء. قالت له هايدي دقيقة و3 هودي شو بنعمل فيهم؟ هالطاقة وين موجودة؟ هلا عيبرو هون. مشان هيك الحبيب لعن الناموسة والمتنمسة، انتبهوا، سموها العين الثالثة. نعم. هلا بيتاغورس وقت اللي راح يدرس بمدرسة هيك، لا ما فيك تدرس هيك، قال لهم أنا جاي أتعلم معرفة، ما بدي education. قالوا له لحيل معرفة هون، بس ما فيك تدرسها، في شرط أساسي تتفوت من هالبيت. وأنا بيتاغورس، قالوا له أول شيء شيلها الاستكبار. شكرا. بتصوم 30 40 50 60 28، بنحدد لك الايام. كيف بدي صوم؟ على النفس، بنعلمك طريقه الصيام والنفس وانت بتشوف. هلا النفس اللي نحن بنتنفسه كبايه، بس بهالكبايه في اشي اسمه برانا، ما بعرف شو بالعربي، قالوا لي صله الارحام. هالبرانا هي بقلب النفس، بس النام مريم عم تتنفس؟ لا، بس بالنهار بفكر انه انا عم بتنفس، لا انا ولا منخاري، انتبهوا الوجود. بس الطفل لما انخلق نفسه غميء من صله الارحام، يتناسي. بعد اسكت تعا نفسه، لا عمره ما بطيقهم، صرتوا احد بالبيت، يلا حطيهم بالحضانه، خليني اروح على المدرسه دخيله كده، بين ما بينطاق كمان، مش انا بدي اقعد فيه، بدي اروح اشتغل. صارت هي تهرب وهو بيهرب والولاد بيهربوا والمسينه بتهرب والكلب بيهرب والصانعه بتشتغل بالبيت. ومثل ما قال الرجال، شو هيدا يعني؟ كل واحد يستعمل التليفون يلي بالشركه، شو انا بدي ادفع هالقد في فاتوره؟ انت بالشركه؟ قال له انا بالشركه، والمره بالشركه، والابنه قال له انا كمان، والخادمه قالت له انا كمان، ما بشتغل استعمل التليفون. سو هلا بده يوقع
عندنا مشكلة كبيرة إنه بدي يكون نفسي ثم نفسي ثم نفسي. تنقطع نفسي، بس ينقطع النفس تطوى على برانا. هلأ هالبنت اللي عمرها كم شهر قالت هاو نعم بيتاغورس هيك عمل، قال له فيك توعد عنا تعمل صيام وصوم ونحن منحرق الايام ومنشوف كم نهار بدها. وقت اللي فات وطلع قال له I'm no more me، موتوا قبل أن تموتوا، الآن هو الزمان والمكان. فينا نعملها وحدنا؟ لا، بدنا نكون بجماعة يلي عندها العلم عندها المعرفة وعندها the unknowable، الحقيقة ما حدا بيعرفها. سقراط عرف أعرف ولا أعرف، وهيك المسيح لا إيمانك لا أنا ولا بيي، وهيدي عرف من عرف أنه غير موجود إلا الوجود الألوهية. فإذا وقت اللي شاف هيك قال شو فينا نعمل؟ قال هلأ أنا رح أحط لكم علم. هالبنت العلم اسمه خمس حدود، لا إله إلا الله. أنت شو اسمك؟ محمد. أحمد صار محمد، المسيح صار عيسى، يسوع المسيح. بالمعمودية بغيروا لنا اسمنا، بالإسلام الحبيب بس شوف واحد تعيسه هيك شو اسمه بغير، شو اسمه؟ علم آدم، آدم الأسماء مش ألقاء، ما نوقع بالمطب. فإذا كيف فينا نتوصل هالتواصل بهالخمس حدود سمون the fifth، الخامس، أنت الخامس، لا إله إلا الله. شو عملت؟ المهم تقولون لا يتعدى اللسان والأداء. شو هو؟ كلنا نور من نور، الله نور السماوات والأرض. بس أنا مش عارفة حالي إني نور، هي عرفت والمسيح عرف وكلهم. أنا مش شايفة حالي معتمة، دايما بتحط مجوهرات بتحط قلميص ليش الرجال عنده هاي آدمز أبل؟ ليش منخاف نقولها؟ بيعمل بيب؟ لأنه هو عنده جهد، بده يرضي. آه صاحب الدينار، الدينار دينار، قال لهم إليكم تحت إجري الحلاج، ما سوى. وقت اللي شبلي ضربه بالوردة قال له يا شبلي هني مش عارفين أنت عارف، وظل يبكي شبلي تميت على ما حدا قتل الحلاج غيره. فإذا جهل الجهلاء من تقصير العلماء، كاتم عن الحق شيطان أخرس. ما لقيت ولا عالم عربي وما بتأمل، I have no hope، ما عندي أمل فيك أبدا إنه نلاقيهم بأمة العرب. حتى كتار من علماء الشرق والغرب هلا متفرجين، واللي عم بيحكي بيقتلوا بهددوه بالقتل، ويلي قال هالحقيقة ورجع جابتها البنت وبيجيبها هيدي وبيجيبها بيتاغورس وغيرهم وغيرهم، ويليام رايخ قالها قتلناه تحت الأرض، بس تلاميذه موجودين بصوته موجود على موقع بيت الله. كل العالم اللي عم بيضوي هيدا بهالكهرباء كلها بيشيلها عودي صغيرة هالقد بحطها، شفتوا كيلاني عودي صغيرة هالقد شفت الدنيا، لأن فيك هيدا علم النوايا. بتعيشون بالأبوريجنز، هلأ فاتوا رجعوا الأمريكان عم بيفوتوا بتحضروا The gods must be crazy، هلا عم بيعملوها، بيفوتوا المطارح يلي الناس عايشين بعدهم بأفريقيا بالأدغال هون وهون، بفرجوهم تلفزيون، بفرجوهم هيك، بفرجوهم هيك، وبينبهروا بيبسي ومبسي وبتشوف شو شربت غزية من غزية من شو. يا عار العالم، صرتوا تعرفوا إنه المشروبات الغازية من 100 سنة لليوم حاطين فيها أمراض، صرتوا تعرفوا إنه هيدا اللي بيطعميكم هيك وهيك وهوني. بنت ماتت عمرها 6 سنين، دفعوا 8 ملايين دولار للام والبي لبنتهم، ونشروا العلم انه هيك بنتنا ماتت لانه عم تاكل من هي المطاعم المشهوره حول العالم. هاي البطاطا المقليه منا بطاطا، ما راح اسميك بنت الياس، بنتي بنتك قالت لي، قالت لي انا ما باكل من عند بي من اشهر المطاعم، ولا الخبز خبز، شو بناكل؟ كيلو درا. يكون عندك هالقوة تاكل سم بتحوله إلى سمسم، وإذا ما عندك تاخذ سمسم بتحوله إلى سم. ف
أسأل أول نية صف النية ونين بالبرية حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. فإذا هالعلم اللي اسمه الخمسة اسمه باليونان بلشوا فيها مشان هيك غريك أرثوذكس، هن اللي أول ما طلع فيها الدين المسيحي الحقيقي. شو صرنا؟ روم. الروم هلأ بالخنشارة بالبرشوير هن وكل المسيحيين وحدوا، إن شاء الله كل المسيحيين لبنان تتوحد وكل المسيحيين العالم تتوحد، وهيك بنصير كلنا لا مسيحي ولا مسلم، مين مين مسلم مسيحي واحد، ما بتكون بس بالكلام. فإذا هالناصية إذا ما هي استناري ما فيني يكون مستنيرة، والناصية ما حدا بيقدر إلا أنا ناصيتي بيديك. هون في جلان، ما بعرف بالعربي بتجي في جلان يلي اسمها الغدة الصنوبرية، حطها بالأرض هيدي الناصية، هون ناصيتي بيديك هي العين الثالثة. لا بدك معمودية ولا بدك تروح عند حدا، وقد ما في سحر وشعوذة دخيلكم وخصوصي بلبنان كل هالجوروز اللي عم يجوا والسحر والشعوذة اللي موجود كله كبون. نعم في فكر شيطاني وفكر رحماني ورجماني، ما حتى انت بتعرف تلعب هالميزان بين الشر والخير، انت شو بدك؟ هيدا اول شر وانت بتروح لعنده صرت اثنين بيضحك عليك مثل هيبنوثيرابي، بيصير يقول لك نام نام لا ذبح لك طير الحمام يا نانا، بدايمك بيقول لك ارفع ايدك ترفع ايدك، حس انه في نار بايدك بصير صار حس انه في ثلج، هيك عم بيشفرونا بكل برامج التلفزيونات المنحطه كلها بالاخبار، لازم تكون عامل ميك اب وتمشي وتعمل حركات هيك كلهم هون وتعمل هيك وتعمل هيك. ما تحضروا اخبار افتحوا سكروا التلفزيونات كلها بما فيهم مريم، فوتوا على بيت الله ما في ولا دعايه، الدعايه دارها كذب ونفاق، وهذا الفرق بين اللي بيكذب المؤمن والمسلم. 40 يوم ما نكذب، 40 يوم سكروا كل التلفزيونات، 40 يوم ما نجامل، 40 يوم ما تستغيب، لا تدعو الله سنه ادرى بحالي واغنى عن سؤالي، يعني بعدين خلاص بتفوت فيها، بعدين اللي مسبي محبه، وقت الواحد هيك بيسبك وبيضربك وبيقطش لك اصبعك، سيف الفاروق قال له انا ديته واقعد حدي. يا حبيبي هيدا البارادوكس، نخلتين او سيفين، انك تعرف وين المحبه وين المسبه، مثل الام تضربك مش عم تضربك على حضنا لانك رايح تحط ايدك بالنار. هلا حتى لي تقدر تقوي انت هالبصيره رح اعملهم وعيوني مفتحه، بس انه احنا بدنا نعملهم عيوننا مغمضه، عيوني مفتوحين قويهم، هيك بتصير تقول اسم الصليب تصلب ايدك على وجهك، قوي هالعيون اثنينهم تيجوا لهون، بس تقويهم يوم على يوم على يوم، وبتفكر بالمنيح وبالحسنات وما عليك دين قبل ان يجف عرقه، وبيتك بسيط كن بسيط حتى الناس كلها تعيش ببساطه، كله عم تعملون عندك نظام عندك اوردر بالبيت، شيء مني عايزته ابدا منه ببيتي، كل شيء بدي اياه بالبيت، مشان هيك ما الحرامي اذا فات يا بياخذ زرعي يا بياخذ كتاب وقلم وورقه وهيك كم شغله. تقوى هي بس تقوى بتصير تشوف شو ما شفت، ربك فكبر الله اكبر، او بايدك اذا ما بتعرف تقول كلمه عربيه one hand clapping يمين يسار او هيك بتشوف اكثر هيك وهيك وهيك وهيك، بتصير انك شاهد، بتصير شاهد على افكارك، عم بتشوفهم عم بيمروا قدامك مثل الغيوم، انا ماني غيوم نجوم، فاذا فوق نجوم شمس فوق الشمس، وبتشوف لا اله الا الله انا رسول الله، كل من حمد الله ايمانا واحتسابا قوي انا. هيدي هالنقطه الخامسه هيدي البصيره بخيارك، ما في لزوم تروح لمطرح، انا ما لقيت حدا بالامه العربيه بتعرفوا محمد كيلان ومريم يعني، بس محمد ما في لزوم يروح لمطرح على الموقع وشفته حكي مع جاسمين شخصيا،
اللي بتعيش على البرانا مش النفس، يعني في كباية فيها هواء وفيها النفس، الهواء كلنا سوا تحت الهواء فوق الهواء، بس النفس بتصير من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس الشفافة الشفافية، بعدين الذات والروح. فإذا بصيروا مثل ما أنت تحت بقول لك هيدا الجنة تحت أقدام الأمهات، نعم ما أنت كمان أم بالجسد هيدا، أنت رجل ما بقى في أشباه الرجال كلنا أشباه النساء، بالتاني جسد 50-50 بالمسيحية بالعرس بيقول ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، نعم جمع 50-50 50-50 صرنا 100-100 اثنيننا. فإذا الجنة تحت الأرض كلها تحت إجرينا، ما بدي الجنة والسما فوق كوانتم لي قفزة تجاوزية منه فوق ولا هون كله جوا. وقت بيقولوا إنه طلع على جبل الغار أو طلع على جبل الزيتون كلنا هيك بنهرب، أنا ما فيني ما عندي هالتهذيب بعد اجتماعيا، بهرب بيجي على البيت دخيلك بقول له يا صاحب الدار، بتطلع بصورة بحبها كثير للمسيح عامل هيك، وانتوا تطلعوا بأي صورة بحبوا شعيلوا عينينك أبو برزوق بتطلع فيهم، تجيك إشارات كثيرة، عرف إنه الإشارة بإشارة، طلع بالشجرة بتعطيك إشارة، طلع بحبة الرمل، طلع بإشارة هي، طلع بكف إيدك، ما ترف عيونك هالرف خوف 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 خوف، يعني كلها يعني المتين الأعضاء التناسلية كلها بحس بذنب أنا، ما في ذنب ما في خطيئة، من منا بلا خطيئة فليرجمنا بحجر يا حبيبي أنت. نعم ساعتها بصير أنت عندها هل أشهد على نفسك، أنا بشوفها بس بعدني ضعيفة كتير، يعني بصير أوقات بتهذب لا ماني جوعانة بس هيك عم بشتهيها، طيب مرقي هيك له حكيني دخيلك قويني، ما عندي صرمية تعودت عليها وعندي أكثر من بلدتين وتعودت علي، ما بدي غير ثيابي بدي غير نفسي، وهو بيتغيروا لأنهم كمان فيهم حياة، وهي بتتغير ومثل الشمعة بتضل تضوي وبتضل عم بتضوي تنطفي بتوج وبتنطفي، كل شيء بيتغير بس في شيء ثابت ما بيتغير، هالعزقة اللي فينا، عشان هيك ما فينا نعمل شيء نكون كاملين، ما في كمال في تواصل، خلقنا الله وقعد سكن فينا بلب القلب، ما خلقت الانس والجن الا للعباده، شو بدي اعمل انا بدي زيد شو انا افهم منه، افهم من اللي خلقني افهم من اللي خلفني ايه بس افهم من اللي خلقني، فاذا شو بدي اكمل بهالدنيا، وما خلقت الانس والجن الا للعباده يا حبيب قلبي، طلعوا هيك بالنهار مره على شي شجره، طلع شوف طفل عم بيمشي مع امه، طلع شوف كلبه بسينه، طلع شوف هيك فراشه، اسمع صوت عصفور، طلعوا على الجبل يوم يومين اذا عندك بيت بالجبل، يعني كون شوي مع الطبيعه، واذا عندك امكانيات كمان مش ماديه بس، الامكانيات الماديه بتجي دو وات يو لاف ماني والفولو، انتبهوا في العمل عباده وبيرزقك، اللي اعطاني النفس وبيعطيني الفلس، عالجوا مرضاكم بالصدقات وبالزكاة، الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم، كل أموالك حطها صدقات قبل ما تموت، بس انتبه إلى علم أبدان وأديان، فوتوا على بيت الله إذا حسيتوا حطوا ببيت الله الصدقة ترجع لكم 10 مرات زيادة، وبتشوفوا من هو بيت الله، عنده هلأ فيلم بقلبه بده يحققه اسمه غار حراء، قال لي ما تقولي يا بس أنا ما بقدر بتطلع، بغار حراء كنا بنجي بنعيش، حطوا صدقاتكم ببيت الله، أنت عندك غار 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 غار، هلأ عندك عار بس تحط الصدقة تجي بتعيش بالغار، أرض ما فيها شيء بينزل الشتاء وبيطلع الحشيش، ما عرفنا نعيش نعرف بالعيش الأبدي والأزلي، نعرف إنه ما في موت قلنا منبتهج ومنحتفل بدنا موت، لما بتصير عندك هالطاقة هيك قوية بهالغدة وبتصير تشوف ها بتصير أقوى مني وبقوى فيه، فإذا بدي هاش شوكولا لا لا سكس لا هرمون مع هرمون
فستان بنايه حفاه عراتنا تطور في البنيان، بدي اعمل عرس اتدين تعزم كل الناس وناكل، ما كلهم بيبقوا جايين، امتى بدي اخلص على العرس؟ طعمنا شو عزمنا؟ دخلكم هالصرميه بدي البسها وطبطب فيها، بدي احفل. كل هالاحتفالات اللي بنعملها، وقت بيمشي رئيس ولا بيمشي ملك، بتعملك العسكر بيعملك بيجي على البيت بيعملك بيبقى بيشتغل على التليفون بتقول له مرته، تعيط له انطون الو الو الو. صرنا مشفرين على شغلنا، كيف تعملوا احتفالات وابتهاجات ومدري شو، بيربح ميداليه وللنوبل برايز ميل هيروشيما وناغازاكي، ميل متفجرات، ميل حرام كله. هلا بده يربح باللوتو اللي ربحتون، انبسطت هيك اجتك ربحت مليون، وين راح الملعون؟ صرت ملعون انت، اجوا لك كل الناس وبيحبوك بتعمل حفله بتعمل هيك. بعدين رحت العطسه، طيب يا الله شايف الاسكندر هذا الاسكافي مبسوط الملك، قال له يا خيي انا ملك لا شو هذا بيعمل احذيه، قال له اعطيه مصاري، اعطاه مصاري بلش شو بدي اعمل شو بدي اعمل هيك، صار مثل الملك، قال له خذ ميلك ورد لي سعادتي. انتبهوا العلي منا بالميل، العلي بالعقل، انتبهوا وين تصرفوا مالكم وصدقاتكم، هيدي امانه وين عم تصرفوها؟ كل واحد يسال حاله، ساعدنا بيت الله، مريم نور ببيت الله، شوفوا شو عم بيعمل محمد كيلاني، ساعدته مين بعد صدقه لهالطفل من هو 7 سنين عنده هالعلم، ما راح على المدرسه وما شافها ومنه بحاجه، بس وقت الانت بتساعد بترجع لها وعرف شو عم بيعمل فيها بتصير صديق لنا، تعا معنا اهلا وسهلا فيك، تعوا على البيت، هذا بيتنا مش بيت مريم، بيت مر ويم ونور، بس بتجوا بس تاكلوا ماني فاتحه مطعم، مش حقكم تركوا خلصنا، وين عندك محل بدي اشتري؟ ما عندي محل وما بقى اتعامل مع حدا، كله كذب، كله اكل مثل ما هو زباله، كله زباله المأكولات وين ما كان، غاليه رخيصه كلها بتزبين، ما في شيء اورجانيك ابدا، غيروا النوايا، علم النوايا، 6 شهور على البنت عم تحكي. نعم وقت بتبلش تصير اني تشاهد على افكارك ساعتها بتعرف كيف الفكر بتحوله الى ذكر، خلص صارت النية قوية، تاكل اكل سم، قالت له اشهد ان لا اله الا الله وانت نبي الله، قال له من شو عرفتي؟ قالت له حاطة السم بالشم، قال له مش هيك ما تركت اخوتي ياكلوا، ومين ابو بكر يعني جعفر، ليش اخذ معه ابو بكر الى غار الثور وعلي نام بالفرشة؟ نعم ساعتها بتصير انت ما عندك جشع ولا عندك طمع، بتصير انت ذكر مش فكر وكفر، بتصير تشوف افكارك عم تركض قدامك هيك مثل السينما، بم هونيك بتجي وهون السينما الشاشه عم بتشوفها، لا بدي هاي ولا بدي هاي، اثنيناتو انا ماني فكر انا ذكر، اهل الذكر على منابر من نور في لحظه القيامه الان. نعم هالتكنيك هالنظام هالطريقة هي اللي بتوصلك انك تكون اشهده، وقت اللي بتكون اشهده ما بتشاهد الا افكارك. A thought is a destiny، هو القدر بالفكر، بتصير تشاهدهم بتشيلهم 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 بتشيلهم، وقت شك السيف بزقله خاف اقتلك لغضبي، كان شاهد هلا وين هو علي؟ قالت له رمت بصرك حديد راح على خيبر. نعم بدنا هالعلم، علم خيبر للأسف منه موجود يعني بأمة العرب، ولكن موجود ببيت الله وموجود بقلبك وبكل لب قلب، وموجود بخير جليس هو الكتاب، وأهلا وسهلا فيكم على البيت لعنا، نحن كم واحد بالبيت بتشوفونا 1 2 3 4 5، وموجود الداء والدواء. نعم be a witness and observe، كن شاهد حاسب ورقيب انت على نفسك، هيدي هي العين الثالثة، وهون يلي بدنا نركز عليها أكثر، ناصيتي بيديك، انت شاهد على نفسك. نعم رح تشوف اشياء ما تخبر الناس لانه نفسك تغير وانت عم تتغير، اقعد مع الناس يلي هني كمان بيشوفوا، شاهد مع شاهد، نحن شايفين الشمس،
وقت كمان جنبلاط راح لعند سي بابا وناس غيرهم بيعملوا سحر وشعوذه، بقول له يا معلمي لو هلا بتجي على لبنان وحي كمان وبتشوف قديش في سحر، قديش في جوروز، قديش في بنات تعمل يوغا، قديش في بنات بالاشرافيه تعمل مساجات للمراه وانا للرجل، وفهمكم كفايه، ما حدا يحط ايده عليكم بيقتلكم كلكم. انا جربت وشفت قدي غيش ما في، بيبقى عم بيحكي على السلولر حط ايده عليك. ورضوان ألعن وأنزع يا رضوان يا عار العالم، كنت ادفع لك لحد هلا اللي معك مصاري. راح على السعودية سب مريم نور، واللي سب الأمير عطى 15,000 دولار على المساج. فهمكن كفاية، بدك شكف تتوعى. وأنا تعلمت، قال له منين تعلمت الأدب؟ من قليل الأدب، بس ما بقى لي أبدا، بحبهم بقلبي بس ما لي سأتعامل مع حدا أبدا. كثير قليل، حطتهم على ليستا اسمها لاف، في محبة في رحمة، شي عشرة نحن بعد ما صرنا أكثر. المسيح ما لقى حدا، بس هلا الإعلام واسع بنقدر نلاقي بأمة العرب. كلمة هيك بتبعت لي يا الله يا هو آه، بس نبعت هيك لبعضنا إيميلات، منا كلام منا كلام حضرة. نعم تتغير أنت، بصير في عندك صلة الأرحام بمجرد إنك تبلش تكون أنت شاهد وشهيد على نفسك. ومثل ما قلنا دايما سكروا كل التلفزيونات بأمريكا، 5% بس بشوف أونلاين، على الأونلاين أنت بتشوف اللي بدك إياه. قالوا لي هلا بس واحد يشتري تلفزيون، ما بقى إذا وصل على لبنان في تلفزيون وبقلبه إنترنت بتشوف مريم بدون أي دعايات ولا أي منحطات. It has been felt by many modern researchers. هلا في كثير ناس يلي عندهم ابحاث علميه عم ببلشوا يشوفوا انه في اطفال مميزه، في شجره عم بتضوي، في هيك عم بتضوي، في هيك عم بتضوي. انا اختبرت اكثر من مره الشجر والطيور والبشر وكله، وتوقف الناس على الطريق، منين انت؟ من لبنان. نو نو نو، ما عم نسال يعني، يسالوا سؤالات هيك، انا ما افهم، حدث صار فيي بس الناس يشوفوه. ولما بلشت شوف صرت استكبر، قلت له ميتشو شيلا خليها تضل فيي بس ما استكبر، بدي قوه. وقت الواحد راح لعند قبر الرسول السلام عليكم وعليكم السلام، حكي معه طلع لقى في ناس شفته مثل ما شفت، قال له ادعسوا لي على رقبتي. نعم يلي حط هالعلم وقتلني وقال هالعلم موجود بكل انسان اسمه ويليام رايخ اورجون انرجي، وان شاء الله هلا بقى نبتسم ونضحك ونعرف. وراح كفي بكره قريبا رح يكون في على هالتلفزيون برنامج اسمه مع الرصين، وعندي المكنه اللي اسمها أورغون بوكس.